الدنيا. يا مرحبا ومسهلا، رجعنا لكم من جديد بعد الفاصل، وجينا للحظة الأخيرة، إعلان المراكز، نجم الجمهور، الثاني، الثالث، الأول. معلومة بس عشان أكون معك صادق وتتقبلني بنظافة قلبي، الموازين أقسم بالله أنها تشقلبت فوق تحت في آخر الوقت. إذا كنت باني آمالك ولا طموحاتك على اسم أنك تفرح ويفرحك، كنسلها، والله يحفظك وتصبح على خير. حرفيا الدنيا اختلفت. يا مرحبا يا مرحبا، ليه ما يبقى مرحبا؟ بيض الله وجيهكم على النجاح اللي صنعتوه للجميع ومن ضمنهم زياد. اي والله رجعنا للحظة هذه اللي مفرح فيها شخص وأهله وجمهوره بفوزه بنجم الجمهور صالح البلوي. نورت الدنيا. نورك. يلا حية. بدعت في تأمين. ظهورك كان غير جميل. أنا عارف أنك خايف على مكانك بتأمين. طبيعي، أبقى بشر، فيني شر وفيني خير. لا والله الموضوع ما يضحك. والله أبو سعد إني أتعلم منك شيء كثير والله. طبيعي، شكرا لك. سيد جميل. يا مرحبا يا أبو سعد. يا مرحبا. حياك الله. نورت الدنيا. نورك الله. الله يحييك. ومن يقول؟ معد؟ معد ومقدم وأي حاجة ممكن أنها تكون فيها فائدة للقناة. حدثني عن الألغام اللي تخطريتها، البحرية خصوصاً. أوه، هو الآن في ألغام جوية، كيف لا تسألني معك؟ نور الدنيا أبو نايف. نورك يا حبيبي. مدري أقول الصديق ولا أقول العدو اللي أصبح صديق. نواف، يا مرحبا. أنا عايش اليوم شوفتك. يعني الله يحييك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. من ضمن الأشخاص اللي كان يهمني جدا حضوره ووقوفي معه. يعني نفسك يا أبو سعد، شكرا على حسن لباقتك وكلامك الطيب اللي يعد وسامن على الصدر. تدري وش أحلى شيء يا نواف؟ إنه يجي عتاب بعد محبة، وهذا اللي حصل بس بدون ستر، الناس كلهم شافوا. نورت الدنيا يا نواف. والله يديمك يا حبيب عياش. أبو حنيف في مثل يقول أو عبارة، رحم الله إمرئ عرف قدر. جميل، تفهم والله في الأمثال إيش وفي العبارات. عد لي مرة ثانية وقرب المايك. الله امرئ عرف قدر نفسه. من هو؟ امرئ عرف قدر نفسه، الله يرحمه. يقول لك إذا حضر الماء بطل التيمم. الاستشاري موجود، ما يحتاج ألبس هذا أنا. تفضل أستاذي. تفضل أستاذ. استشاري في إيش بالضبط؟ ها؟ والله ما أدري. نورت الدنيا يا أحمد. نجم الجمهور شو وضعه؟ طيب، يسلم عليك. الله يديمه وبشويش على القلوب. مرحبا وسام على صدق. نورت الدنيا يا مشعل. محمد كيف أمورك؟ والله أبشرك، نحمد الله ونشكره في هذه الحياة. دفدفها من يمين يسار. اليوم درجاتك وين بتوديك؟ توديني الهلاك. الهلاك؟ الحمد لله أشكر. ازأر. تفضل حياك الله. ازأر. لأنك ذكرت. لا لا لا، ذكرت اليوم الأسد. أن ذكرت ما في الغابة الأسد واحد وكانت معنية لك. تفضل. نعم، بس يوم كنت قبلها مقدم للبرايم، أنت الحين مقدم. أبغى من الممكن أنك أنت اللي تزعر. ازأر لي. زأره خلاص. منور مشعل. خالد مرحبا. الله يحييك. الله يبقيك. منورت الدنيا. والله يديمك. الله يخليك لي. عطوف جدا. لا حنون. خالد، نجم الجمهور توقع انه عندك؟ لا. ليه؟ شوف دق بالميدان. والله انقلبت النتائج. والله انقلبت بعد ما انقلبت. اقول اتوقع ما هي عندي. سلمان، نجم الجمهور عندك؟ ان شاء الله. نقول ان شاء الله. ثقة ولا غرور؟ انا اقول ان شاء الله. انا ما قلت ان لي، انا اقول ان اخوياي كلهم منافسين. انا سالت هي عندك؟ قلت ان شاء الله. اقول ان شاء الله انها عندي، اكيد اني اتمنى لي. ثقة ولا غرور؟ كل طيب راسي يتمنى انها لو. ونعم، بس ثقة ولا غرور؟ ثقة ان شاء الله. نور الدنيا. بوجودك. الله لا يجعلني اقابلك في حزن. اللهم امين. لانك بتغبني بتبتسم. اكيد. كيف اكيد؟ اكيد ببتسم. لا. حزن أباك تواسيني. أنا ما في حزن. الله يديم عليك. بس الله لا يجعلني أواجهك في حزن. إن شاء الله. لأني ممكن أدخل فيك حزن ثاني. أنا واجهت الدنيا. أنا واجهت في حزن. لا، هذا مو بحزن.
هذا حسن اللي احنا فيه احسان اسم ابراهيم لو اي لا ركز نورت الدنيا نجم الجمهور تتوقع انه معك ولا لا لا ليه بس جوي يفهم التقليد البقاء ذكرت عني يوم الايام اني تعبان هل لا زلت راني بهذا الشكل اشوف انك تعبت زياده اذا خلك هلا حبيب ابو سعد مرحبا الف سبحان من اعطاه القبول يا ناس ونزع مني كيف لا والله انت مقبول ما شاء الله في ذمتك ذمه ان شاء الله الله يديمك ان شاء الله وياك نجم الجمهور نجم وشي تتوقع تتوقع انك تشتله والله يشوف ان جاء مرحبا به وانا فلح ودعنا الله وطارف منا يسد ودعنا والتقفوا بمعنى ثاني الله يطول عمرك حبيبي ولك مرحبا يا مرحبا ومسهلا الله بعشق الله يبكيك نورت الدنيا والله نورك طال عمرك والله يجعلك على القوه نجم الجمهور هل هو في احضانك ولا لا لا اهلا بالبلوه تبقى اهلا بالعقوبه تبقى اقسم بالله انك عقوبه على مشاعر كل شخص يسمع لك الله يرحم والديك تسلم الله يديم صوتك الله يرحم والديك هادي نجم الجمهور يا ابو راضي عندك لا يا زينك يا عبد المحسن يلا حيا وش حالك ونعيما نعم عليك ونورت الدنيا الله يطول عمرك نورت الدنيا نجم الجمهور عندك لا يا شباب وش هالتحطيم انا حزنت يا مرحبا لين ما يبقى مرحبا يا بعد حي وميت الله يرفع عليك نورت الدنيا يا علي والله لين بعد حي جعلني والله فدوه الحمد لله على السلامه كان ناقصنا الكثير لو غاب علي اليوم لكن نورنا على المسرح الله يطول بعمرك هذه يعني شهاده منك انا تعلق على صدري الى يوم الدين اقول لك حاجه يا علي ولا قصور في اخوانك واخوياك انت عندك اللي اغلى من نجم الجمهور نورت الدنيا الله يطول بعمرك الله يديم لك احسن الله عزاءنا فيك متى حييت ما مت انت حييت والله بمشاهد ربعي واخواني شرب السعد الله يديمهم والحمد لله على السلامه ممثل مبدع قالك سالم تعرف تكذب في الاداء في الاداء كممثل ما اكذب المشاعر يفهم بالردود نجم الجمهور عندك لا يمسى استاهل يا مرحبا يا الفهد وكلبك ونورت مسعد. الدنيا يا مرحبا والله يديمك اعشق الديار اللي انت منها ولا قصور في باقي الديار احنا نعشق والله يجعلك على القوه الفهد يقولون دائما ما يهرو العبث هل نجم الجمهور عندك بدأ لكن في غيرها هرولت وبتلقاه بدن واحدة نور الدنيا بالغالي ولد الغالين يا مرحبا بالنادر نادر نادر نجم الجمهور بين أحضانك إيش بالشباب كذا معجب وينك نور الدنيا معجب معجب نجم الجمهور عندك مجرد قوف هنا انا نجم الله يزيدك الله يزيدك الجمهور عاد ما ندري وينه والمراكز باذن الله احنا فايزين مجرد قوفنا على المسرح الله يزيدك ارحب يا ابو مفرح ونورت الدنيا والله يحييك وشعورك وانت تشوف من ظلمك امامك الان صرح من ظلمك للتاريخ من استبعدك ترك الدوشري وش تقول له مساء الخير طبعا ما عجبني تصريحك ماجد يا مرحبا الله حي الله يبقى. بالصوت العذب الله اللي اعطى واضاف الكثير شكرا نجم الجمهور يا ماجد عندك ان كان لي في ذا مكاني وذا محلي وان كان مو بلي فيستاهل واحد من الربع كلهم اخواني ويستاهلون الله يديمكم جميع انا لم اولد البارحه والله ودليل ذلك نور الدنيا يا مسفر الله يطول عمرك الله يعيك الله يسلمك يا عبي مسفر يا مرحبا فقدتنا في البرنامج لان فقدناك والله اكيد والله لكم فقد من هو لكم فقده والله الله يديمها ان شاء الله اللمه الله اللمه اللمه اسمك بتقول فقده نجم الجمهور يا مسفر عندك نجم الجمهور لدى الحين ما اعلنوا عنه و ما ندري والله يمكن اكون انا نجم الجمهور يمكن ممكن مع الجنب من فوق ولا مع الجنب نور الدنيا يا مسفر حبايبي لابد أن يفرح ولابد أن تسجل هاللحظة للتاريخ نصيحة اربطوا الأحزمة الاسم غير متوقع
جاء من بعيد قطفها وهو يبتسم. ألف تليريون مبروك لنجم الجمهور في الاستديو نسخته الأولى. باختصار لو في عبارة بتكتب وكأن لسان حاله يقول: أنا سمن للعداء، أنا سلمان. سلمان بن ملحي، آسف، أنا سم للعداء، أنا سلمان. سلمان هاللحظات توفك الطيب يا أبو سلطان، هاللحظات يسجلها التاريخ. غرد أقول اللهم لك الحمد، الحمد لله، هذا كله بفضل ربي ثم فضل الناس اللي دعمتني. أول شيء أحب أشكر كل من دعمني، والله أني صادق، كلمات الشكر كلها ما توفيهم حقهم. أشكر ابن عمي حسن بن سلطان بن ملاهي، بيض الله وجهه، بيض الله وجهه، وقف معي وقفة ما انساها، جعلني مثلك واجد يا أبو سلطان. بيض الله وجه فهد بن ناصر العرجاني، بيض الله وجه فالح بن عبد الله، بيض الله وجه كل من وقف مع سلمان بن ملاهي. خليك هنا مع حبيبنا. سألتك أمس وقلت لك وين توديك درجاتك أو وين يوديك مجهودك، قلت الهاوية. الله يجعلنا من أصحاب الهاوية إذا هي كذا. ما شاء الله تبارك الله. أهل البيارك الصاملين اللي بيض الله وجيهم، أقسم بالله العظيم جمهوري الغالي، أخوان وخوات داعمين، بيض الله وجيهكم على كل وقفة. توجتوني بسبع حصانات، واللهم لك الحمد، اليوم توجت بنجم الجمهور، وهذا فضل الله ثم دعمكم، اللهم لك الحمد. تبغى تذكرني بالحسن سلام الطيب يا نشاء. ليش يا سلمان كل ما جيت أنسى الحسد اللي في الحصانات تذكرني فيه؟ يا الحمد لله أنا بعد الحسد توجني أبو سعد. جعل مبروك يا سلمان، ألف تليريون مبروك لسلمان بن ملهي نجم الجمهور للاستديو في نسخته الأولى. حبايبي وأخواني النجوم، بس اللي يبقى معي على المسرح اللي في المنافسة على المراكز، منورين الدنيا أبو مفرح، الله لا يحرمنا يا نواب بن عياش، يا زينك. شكرا لكم يا شباب. جايك الدرع ما راح ناخذه، هذا حقك، بس نهاية إن شاء الله التتويج. أعطوني مساحة بينكم يا رجال. لا يا مسفر لا، تفضل انت. ألف تليريون مبروك يا سلمان، والله طار نجم الجمهور والتقاه بعد ابو داحم. ما بردها في خاطرك، بس سلمان ما يستاهل التتويج الحالة مع اخوياه
بعد نهاية الحفل إن شاء الله وتتويج المراكز. منور الدنيا على فكرة عبد الله العتيبي أبو طلق ومحمد الفهري. انتهينا من نجم الجمهور، لكن قبل لا أبدأ في تتويج المراكز في وقف يدوم لك يا صديقي حتى قيام الساعة. أنت بتعطي اليوم وبتنسى. تدري الآن لو تبرع 22,000 شخص من 300 ريال أكتمل الوقف ودام لك ذكر طيب وأثر طيب، يزرع لك أقدار جميلة في الدنيا ويزرع لك قصور وأنهار عند الله سبحانه وتعالى. من لم يستطع فلينشر، فالدال على الخير كفاعلة. وصلوا على الرسول، اللهم صلي وسلم على محمد. صاحب المركز الثالث واللي التاريخ اليوم بيسجل اسمه وبنقول له ألف مبروك، أعطوني مساحة بينكم يا أصدقائي. أبجيك يا أبو جابر لحظة واحدة ممكن تسجل اسمك في التاريخ يا نادر. زود على اسمك المسجل أنت وربعك وكل من معي على هالمسرح، ولكن في تاريخ الاستوديو الجميع ما وصل لهالمرحلة يا عبد الرحمن، حتى وإن كان متوفي إلا يبغى يفرح. الله يطول بعمرك. فأعتقد يا أبو عشق إن هاللحظات بتسجل في الجزء المختص بالعشق أو العشق للتاريخ والنجاحات، ولا يا أستاذ محمد جابر؟ أنت متسلط وصلاتك أوجعني يوم من الأيام. كيف تتهمني بأن القبول نزع مني؟ بعدين في السناب برر. حبيبي أستاذ محمد نورت الدنيا. عبد المحسن يا مرحبا. يلا حيا حبيبي. اشتقت لوقفة معك على المسرح صراحة. أنا كنت فاقدها واليوم ما ردت روحي، زدتني ألم يا حبيبي. طول عمرك سلمان. نكتفي طمعا ولا باقي هالمزيد؟ معلم أبو عبد الله معلم الناس كلها إني أبي المركز الأخير. قد قلت كذا يا أبو عبد الله، إن شاء الله أنا في درع بعد المركز الأخير. بشر المركز الأخير موجود يا أبو عبد الله. تبغى كل شيء ها؟ جاء على يومك سنين يا أبو عبد الله. تبغى كل شيء يا أستاذ سلمان. أكيد كل رجال في رأس حمية يبي كل مركز. وين أصدقائي كأنهم أخذوها إذا أخذتها؟ أكيد أكيد إذا أخذوها كأني ما أخذها. جميل. بس أنت إذا دخلت منافسة أكيد. إيش تقول للأخ ركان على فكرة؟ أقول الله. قول له بينك وبينه أخوان خصوصيات خصوصيات خصوصيات. ما ودنا ندخل بعد إذنك أستاذي إذا تسمح لي. ما أبغاك أنت، أبغى الأستاذ صالح. هلا والله. نورت الدنيا. نورك نورك يا أبو سالم. الله يجعلني فدوة يا حبيبي. الصالح صالح معك مركز. والله نقول إن شاء الله ما على الله شيء عسر بإذن الله سبحانه. أنا فرحان إني واقف جنب ممثلين كبار كانوا يمثلون علينا طيلة 105 أو 110 أيام. تمثيلكم كان جميل على الشاشة. ما في أي مصداقية في الأداء، كله تمثيل. بس كيف تمثيلي في المحبة؟ جميل. تعيش اللي يحبك في وهم. أيوة أسلم. الله أيوة أبو سعد. قد الحروف اللي بأسامي العاشقين. الله الله بحبك. أستاذ ناصر يقول بسرعة. أستاذي تعال قدم بدالي. تفضل. أدامك الله يا جميل اسما وصفاتا. ألف تليريون مبروك لصاحب المركز الثالث واللي خذاها وسافر بها وطلع من الرياض. المركز الثالث مش في الرياض، خارج الرياض. عطاءه في البرنامج توجه الآن، ووقفته كانت وقفة رجال، والله لن تزع واحد من المراكز. ألف تليريون مبروك لصاحب المركز الثالث في الاستوديو نسخته الأولى. عيدوا السنابات. أشهد بالله أن الفهد ما يحرو يهرو العبد. فهد وسيف.
سهل بعد اذنك وسؤال اول شيء الف مبروك طيب خذ نفس ناخذ النفس اهدى من الركض معاد ورا وافرح بهالمركز والله يديم عليكم الفرحه لبيه اما هرولت الان الله يديمها وما ركضت انجاز لابد خذ نفس وارتاح بعد الانجاز ما عاد فيها راحه الله يديم عليك الفرح فهد ايش تقول للي تابع ودعم من اول يوم الى الان بشكل مختصر اقول بيض الله وجيكم وجمل الله حالكم جعلني ما خلا منكم وقفت ودعمت وساندت والله اني مقصر معكم لكن الله يجعلني عند حسن ظنكم عند اقوتكم بيض الله وجيكم جميع لا ربع ولا اخوان ولا عماني كلهم اللي وقفوا معي وساندوني ودعموني الله يجعلني ما خلا منكم والله يجعلني ما خلا من الصف اللي حضرتوه به الجمهور لحق شكر خاص شكر خاص للشيخ بريكان بن سلطان الكريزي القمي الله يبيض وجهك ابو سلطان ويجمل حالك وقفت مع ولدك ويوم كلمتك قلت انا ولدك قلت انت اسوأ عيوني الثنتين وابشر بسعدك وابشر بثلايب عشرك في ذي وفي غيرها ونعم والله تحتفظ فهد الجمهور 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 ما يشكل شيء في قلبك الجميل الجمهور يطلع ما في جمهور الجمهور ما في جمهور ما عندي انا جمهور عندي اخوان ونعم عندي محبين وذكرتهم ربع واخوان ما عندي لا جمهور وعامة الناس اللي يتابعون عامة الناس اقول الله لا يخليني منكم والله يجعلنا عند حسن ظنكم عند هقوتكم يا رب مبروك يا فهد شكرا وعز الله لك من اسمك نصيب الف مبروك يا فهد مشاهدينا الكرام هذا المركز الثالث وكان من نصيب الفهد فهد اما صاحب المركز الثاني اعطوني مساحه بينكم يا رجال وخذوا نفس عميق وفرحوا له لان انجازه اليوم انجاز لنا جميع عطى الكثير وقصر في حق نفسه وصحته كثير ولكن توج في النهايه بمركز ومركزه هو الثاني ألف تلريون مبروك لصاحب المركز الثاني أعطوني الاسم يا شباب أعطوني الاسم ألف تلريون مبروك أبو جابر تتوقع أن عندك؟ إيه لا؟ إذا باركوا باسمي واسم مجلس الإدارة وكافة العاملين والجمهور لصاحب المركز الثاني إحنا دائما إذا صحينا من النوم وش نقول الحمد لله الذي أحيانا الحمد لله اللي أحياك بعد اللقصة يا عبد الرحمن العزيز مبروك اليوم في فرح كل ساعة اليوم ساعة الله يجعل ما خلا منك رسم لأن هاللحظات التاريخ لبيه اعتصم جعل هالراس يبدي حي عبد الرحمن
هذا البرنامج برعاية السيف جاليري، آي ثو للخياطة الرجالية، آيا كلين، شاي ثلاث تسعات، موقع جزل للمنتجات الفريدة، مياه تانية، دار حبوة للنشر والتوزيع، بهارات صرة. العرض الأخضر من السيف جاليري، نصف السعر خصم ثابت على أكثر من 3000 منتج في جميع الفروع والمتجر الإلكتروني. تمتع بالطعم الحقيقي للشاي، شاي ثلاث تسعات، شاي عالمي. من أجدادنا تعلمنا فعل الخير، ومن آبائنا تعودنا على الأناقة. في كل عام نتحمس للثوب الجديد، وهالسنة ثوبنا من آي ثوب يزيدنا أناقة. في الممشى حنا معاكم، وبالجو الحر ضبطناكم، حار ضبطناها لكم، مجهزي لكم عرض يضبطكم ويبرد على قلبكم وجيبكم. 16 كرتون بسعر 10 كراتين، اطلب الآن. تانية، احتفل بالحياة. التفكك الأسري، سوء الحالة الاقتصادية، زيادة جرائم العنف والسرقة، زيادة حوادث السيارات، الاضطرابات النفسية والعقلية لدى متعاطيها. اختر حياتك، اختر حياتك، وتذكر نحن مستهدفون في وطننا ومجتمعنا، لنكن يدا واحدة لنعزز حصانة المجتمع تجاه المخدرات. لا تتردد أبدا في الإبلاغ عن تهريب المخدرات وترويجها. تواصلوا مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات على الرقم 995. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. في وقف بكة الخير ساهم معنا. ما نقص مالا من صدقة، بل تزد بل تزد بل تزد، في بكة الخير ساهم معنا. أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة، قالهم من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وقف بكة الخير في مكة لكفالة الأيتام ورعايتهم، كن من المساهمين معنا. في الممشى حنا معاكم، وبالجو الحر ضبطناكم، حار ضبطناها لكم، مجهزي لكم عرض يضبطكم ويبرد على قلبكم وجيبكم. 16 كرتون بسعر 10 كراتين، اطلب الآن. تانية، احتفل بالحياة. صدقني، وهاللحظات اللي احنا فيها تسجل في التاريخ. المركز الثاني لعبد الرحمن العزيزي، اللي يقول انا العزيز وانا النادر وانا اللي ما يغلبني حتى الهوى. عبد الرحمن، هاللحظات للتاريخ، غرد. الله يجزيني مع دمك ابو سعد. اول شيء اشكر ربعي، اشكر ابوي واشكر اخواني واشكر ربعي اللي دعموني وقدموني في ذا الموقف، وجعلي ظهرت بالشيء اللي يجملهم ويجملني. جملتنا جميع. ايش تقول للمشاهدين عبد الرحمن؟ الناس اللي صبروا واعطوا من وقتهم بلا مقابل لخاطركم وخاطر الجميع. اقول بيض الله وجيهكم، والله ان مقصرين معكم، مهما سويتوا مهما فعلتوا والله ان جميلين في بطننا، لكن جعلي والله ما عدم رؤوسكم، وجعلنا ظهرنا بالشيء اللي يجملكم
ويسعدكم. اي والله اني صاد. انا اقولها للمره الدائمه مش الاخيره، الف تلريون مبروك لك يا حمر العين عليك زود والحمران النواظر كافه. الف مبروك يا عبد الرحمن، الف مبروك. راجعين راجعين يا عيال راجعين راجعين. احنا هوا مرحبا مرحبا لين ما يبقى مرحبا، منورين الدنيا. وانا اقول الان جت اللحظه الاخيره، المنعطف الاخير اللي مزروع فيه ورد ومزروع فيه نجاحات ومزروع فيه انجاز ومزروع فيه كتاب جالسين مع الجم يكتبون التاريخ لصاحب المركز الاول في هالبرنامج. عند من ولمن؟ من سيحتفل اليوم؟ أرجوكم اللحظات هذه للتاريخ للتاريخ، ولا تحرمون صاحب المركز من أنه يعيشها. عبد الرحمن لن يكتمل الفرح لنا إلا بوجودك. مرحبا وألف مبروك لك يا عبد الرحمن ولك يا فهد. لسان حاله يغرد ويقول أنا السما واللي يبي يشوفني فوق، هذا مكاني رغم صعبات الأقدار، ماني من اللي يشتكي الوقت والعوق، وإن مال وقته كثر بالقول الأعذار، مجدي صنعته بين أضلاع وعروق، ألين صارت سيرتي للكل تذكار، أنا 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 السما واللي يبي يشوفني فوق، أنا بسام عشان. ارجع ورا يا شباب، ارجع ورا يا عيال، ارجع ورا. ابو عشق اعطوني فرصة يا شباب. أعطوني فرصة، اليوم كلنا مسوجين، اليوم أنا اسمي زياد عشق، ما عليكم زود، أنا السما واللي بيشوفني أبو عشق غرد. الله يطول عمرك. أول شيء أهدي هالنجاح وهالفوز وهالمركز، أهدي هالنجاح وهالفوز وهالمركز الوالدي، الله يطول في عمره. آمين. واهدي المركز، واهدي المركز لوالدتي
نعم. واهدي المركز الرابعي الله يبيض وجيههم. نعم. كذلك ما انسى اشكر اخوي رايد بن عشق بيض الله وجهه. احب اشكر بندر بن بجاد بيض الله وجهه. احب اشكر حمد بن محمد القحطاني بيض الله وجهه. اشكر عبد الله بن عوده واشكر الجميع. والله النجاحي ذا ان نجاح لكل العيال ذول اللي تشوفونهم. واهديهم هالمركز واهديهم هالنجاح ونجاحي من نجاحهم وكلنا مكملين البعض. الف مبروك. الله يعطيكم العافيه. بس يا عيال دقيقه عندك شباب واللي يبي يشوفني فوق كلنا نشوف السماء فوق يا رجال. الف مبروك يا ابو عشق. والله يبارك لك. الله يجزاك ويخلي لك النجاحات دائما وابدا. انا سعيد جدا انه سطرنا هذا التاريخ مع بعض. وصلنا الى اللحظه الاخيره على هالمسرح بفرحه وحب وعطاء. ودائما وابدا نكون على يد وقلب وفرحه شخص واحد. عسى الله يديمكم مشاهدينا الكرام. شكرا بحجم السماء. شكرا لأصدقاء القلب. شكرا للداعمين. شكرا عائلتي في المقام الأول. الآن بنتوج أصحاب المراكز. أعطونا فرصتنا يا رجال. الله يجعلني فدوة يا مسفر تفهم. بنتوج حبايبي. نجلس التتويج يا شباب. التتويج يا رجال. نجلس يا رجال عشان التتويج. شباب الله لك. شباب خلى عليك شباب. الفعل تنبي عن عذرة الايام ولا الرخا ما يشرح الا السواليف. الصاحب الوافي لي وقت ما نام وان جيت لا تقل في ضيف. ودنا 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 حبايبي. لحظة التتويج، لحظة الصورة التذكارية، لحظة تتويج العطاء وقطف الثمار. أبو عبد الله المايك بين يديك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك للفائزين في هذه الليلة الجميلة الاحتفالية في ختام الاستديو. ألف ألف مبروك. أشكر لكم حضوركم جمهورنا الغالي وأيضا من تابعنا عبر الشاشات. أنا ما راح أكرم الحالي. هناك ناس عملوا يستحقون أن يقفون معي اليوم في المسرح ليكرمون هؤلاء النجوم. أولهم الأستاذ ناصر الحربي. سهل أبو نايف. كذلك الأستاذ فهد معيان. تفضل معي فهد. سهل أبو محمد. زيدان الوايلي. سهل أبو أحمد. كبير تعال أبو أحمد. وعبد العزيز العصيمي. ونعم. هؤلاء هم صناع البرنامج. هؤلاء هم من أبو عبد الله وصلونا لهالمرحلة من النجاح. هم من يتوجون أصحاب المراكز. بيض الله وجهك على هاللفتة. الآن باسمي واسمكم ننادي صاحب نجم الجمهور. أنا سم للعداء. أنا سلمان. ألف مبروك معكم. جعلني بداك. مكان مكان مكان. جعلني بداك أبو محمد. شباب كلنا الأول كلنا الأول. ألف مبروك يا سلمان. مبروك مبروك. وجهك ابيض. وجه الاداره كامله. سعود العتيبي، ناصر الحربي، فهد بن معيان، وبيض الله وجهك ابو سعد. بيض الله وجهكم جميع. ابو نايف، زيدان، عبد العزيز العصيمي، ما قصرتوا معنا. بس انا عندي طلب. لبيت. انا ابي ولد عمي واخي الكبير حسن بن سلطان يطلع معي المنصه ونستلم وياه. طلبه يا ابو عبد العزيز. طلبه وفاز فيها عكاشه. الطلب هذا لسلمان فقط. نرجع ورا شوية سلمان. نرجع ورا. يلا يا سلمان خذ الصورة التذكارية عشان زملائك. ألف مبروك يا سلمان. وجعلك على القوة. مبروك صاحب المركز الثالث اللي ما يهرو العبث الفهد. فهد تفضل يا فهد. وعدنا 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 وعدنا.
لعن الدار. ابعد ابعد. ألف مبروك يا فهد وقواك الله. صاحب المركز الثاني، صاحب المركز الثاني العزيز اللي ما يغلبه حتى الهوى والنادر عبد الرحمن العزيزي. يا عبد الرحمن صاحب المركز الأول. أنا في السماء واللي بيشوفني فوق، أنا بسام، أنا أبو عشق. ألف مبروك يا بسام الأول يا رجال الأول. أرحب يا راي الله حيا. ألف 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 مبروك ألف مبروك. شكرا شكرا للجميع. الآن الآن راح ننتقل جميعا لبيه لبيه. أحبك في الصعيد الشخصي. أختصر لك والله العظيم أختصر لك أبو عشق. سمي أبوي. أنا اللي فاز اليوم مش أنت. الله يرحمه. ولا أخوك. هذا والله من طيب راسك. ومنور الدنيا يا أكثر واحد يغثني في تويتر. يا حبيبي. لا عاد أشوفك. هذا حبيبي. لبيك أبو عشق. في المنشن. إلين ما يبقى لبيك. الله يديمك يا رايد. ألف مبروك. زياد الشهري. أنا الاستشاري. مبروك يا أحمد. مبروك لكم جميعا. مبروك لنا هالنهاية. مشاهدينا الكرام شكرا شكرا شكرا. عطيتونا ووهبتونا أكبر من حقنا. الله لا يحرمني من قلبك الجميل جدا مع كل اتجاه حتى ألقاك. تكفى انتبه لنفسك. استودعتك الرب سبحانه.